عدنا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في البث المباشر بالضبط مدينه الدار البيضاء. كنتواجدوا بمنطقه ديال دومارز، يعني كما كتلاحظوا معنا في هذه اللحظات حادث سير خطير ما بين زوج ديال السيارات. يعني كما كتلاحظوا معنا هذه سياره واحده من السيارات اللي داروا هذا الحادث. يعني شوفوا الحاله اللي وصلت لها، يعني كامله مشات من قدام. يعني الحمد لله على سلامه الناس اللي كانوا راكبين فيها، انهم ما طاتش لهم شي حاجه، ما عندهمش اصابات، الحمد لله على سلامتهم. ما فقط خسائر على مستوى السيارات ديالهم، فالله يجيب لهم الشفاء يا ربي، والله يعوضهم السيارات ديالهم. يعني هذا الشيء وقع منطقة ديال دومارس مدينة الدار البيضاء. دائما الناس ما يحدوا راسهم، يحدوا يعني دائما في الليل راه ما كيوقعوا حوادث سير، فالانسان ياخذ الحيطه والحذر ديالو. يعني فمشكورين رجال الامن على التدخل ديالهم السريع، يعني كما كتلاحظوا معنا تواجد رجال الامن بعين المكان من اجل المعاينه ديال هذه الحادثات. الله يعوض هاد الناس هادو في السيارات ديالهم يا ربي. يعني تسيده خايبه، الحمد لله على سلامتهم انهم ما جراتش لهم شي حاجه. يعني بالنسبة للناس اللي كيتسائلوا على المكان، هذه منطقة ديال دومارس مدينة الدار البيضاء. يعني حادث ما بين زوج ديال السيارات بمدينة الدار البيضاء، يعني حادث خطير. الحمد لله انهم ما تصابوش، الناس اللي كانوا سايقين او الناس اللي كانوا راكبين معاهم الركاب ما تصابوش، يعني فقط اصابات على مستوى السيارات ديالهم، فالله يعوضهم يا رب. إذا مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم على أمان، نتلاقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.